الحمد لله الذي جعل عدة الشهور عنده 12 شهرا بالتمام، وفضل رمضان من بينها بإنزال القرآن وفرض الصيام. أحمده سبحانه إنه هو ولي الإحسان، وأشكره جل على ما يكون من نعمائه وما كان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، إنكم تستقبلون بعد أيام شهر رمضان الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن وفرض علينا فيه الصيام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، وينادي مناد: يا فاعل الخير أقبل، ويا فاعل الشر اقصر. إن قدوم شهر رمضان يستحق منا وفادته بأتم استقبال، ومدار ما يحصل به الانتفاع في استقباله 4 أصول. أولها الدعاء قبله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومدار الدعاء النافع في استقبال رمضان 3 أنواع. أحدها دعاء العبد ربه أن يبلغه شهر رمضان فيدعو الله عز وجل: اللهم بلغنا رمضان. وثانيها دعاء العبد ربه أن يوفقه فيها لصالح الأعمال فيدعو ربه: اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وما تحب من سائر الأعمال. وثالثها دعاء العبد ربه أن يجعله فيه من المتقبلين، وأن يختم له بالعتق من النيران فيدعو ربه قائلا: اللهم اجعلنا في رمضان من المتقبلين، واختم لنا بالعتق من النيران. والأصل الثاني استقبال رمضان بالنية الخالصة على عمل الخير، بأن يجمع العبد قلبه على أن يعمل في رمضان الصالحات. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكان الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله، انوي الخير فإنك وإن لم تعمل فنية الخير لك عمل. والنية النافعة في استقبال رمضان نوعان: أحدهما نية مجملة بأن ينوي أن يستكثر فيه من الخيرات، والأخرى نية مفصلة بأن ينوي العبد فيه أنواعا يعينها في قلبه من صيام وقيام وقراءة قرآن وصدقة وإحسان. والأصل الثالث أن يهيئ العبد نفسه بتبصيرها بأن منفعة العمل فيه صالحة هي لنفسه، فينبغي عليه أن يغتنم ما وسع الله عز وجل فيه وفسح من أجله
وما أبقى له من قوته في الأعمال الصالحة. يحركه إلى ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقوله سبحانه: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله سبحانه: فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها. واعلموا رحمكم الله أن العبد إذا عقد عزمه على ذلك معرفا نفسه بأن الخير لنفسه، وإذا اكتسب شرا فعليها، بعثه ذلك إلى اغتنام أوقات رمضان بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت تلك النية سدا منيعا يحوطه من السيئات. والأصل الرابع: أن يهيئ نفسه بمعرفة أحكام الصيام. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله مخلصا وكان محسنا في دينه. والإحسان في الدين يكون بالسلوك فيه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقادم إلى رمضان يحتاج إلى تعريف نفسه بأحكام الشرع في رمضان، فيتعلم ما يتعلق فيه بأحكام الصيام وغيرها، حتى إذا عمل كان عمله صوابا. فإن العبد يجب عليه أن يقدم بين يدي ما يجب عليه من العمل العلم الذي يتعلق بذلك العمل. فمن وجب عليه صيام رمضان وجب عليه أن يتعلم ما يتعلق به من الأحكام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، إن شهر رمضان موسم كريم للفوز بمغفرة الغفور الرحيم، إذ أرصد الله سبحانه وتعالى فيه أبوابا عظيمة من المغفرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالموفق من وفقه الله عز وجل إلى إصابة سهم من هذه البحور المتلاطمة من المغفرة، والمحروم من حرم نفسه من أبواب الخير التي أشرعها الله سبحانه وتعالى لنا. فاغتنموا أيها المؤمنون فسحة أعمالكم وقوة أبدانكم، واجتهدوا في استقبال شهر رمضان بعقد النية به على الأعمال الصالحات والازدياد من الحسنات، وحاذروا أنفسكم فيه من السيئات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا فيه من عبادك المتقبلين، اللهم اجعلنا فيه من عبادك المتقبلين، اللهم اجعلنا فيه من عبادك المتقبلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين،
ونفس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، وأطلق أسرى المسلمين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.